إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. خير يا رب. طبعا راح اشرح الان بهذا الفيديو المصور على السكرين تبعت الكمبيوتر طريقه التقديم اللي شرحتها على البث، بس ان شاء الله راح يكون الشرح هنا واضح اكثر. خلينا نروح على الموقع الرسمي للتسجيل اللي هو www.dvlottery.state.gov. طبعا هاي صفحه البدايه. طبعا بدي افرجيكم بس اهم شيء الصور. خلينا نحكي، في ناس كثير عندها عقده من الصوره. بالنسبة للصور يا جماعة الخير، هذا هي الأمثلة، وطبعا الأمثلة الصحيحة محطوط عليها إشارة صح، والخطأ اللي هي موجود عليها إكس. بالنسبة للمحجبات تقدر تتصور بالحجاب عادي، ما حد يشلح الحجاب يا جماعة الخير، وما حد يطلع دنيا من برا الحجاب، هاي الحجاب طبيعي عادي. هذا الموقع على فكرة من نفس موقع الهجرة، الوجه كامل واضح. أوكي، فخلينا ننتقل الآن لتعبئة الطلب. طبعا هذه اول صفحه بتيجي تعبئه الطلب. بندخل الكود اللي راح يطلع لنا هون، وخلينا نحكي نبدا بسم الله. طبعا خلينا، انا طبعا راح اختار اسم عشوائي، راح احط اسم العيله علي، واحط محمد، واحط الاسم الوسط احمد. راح نختار طبعا بالسؤال الثاني ايش هو، ذكر ولا انثى. بالنسبة للسؤال الثالث تاريخ الميلاد، راح احط 1/1. طبعا هنا الشهر وهنا اليوم وهنا السنة، فأنا راح أحط 1975. بالنسبة لمدينة الميلاد راح أحط عمان. بالنسبة للبلد المفروض تكون الأردن، بس أنا راح أختار بلد ثاني علشان نعطي فرصة، ما نضيع فرصة على حدا من الأردن. عادي بنضيع فرصة على حدا من بلد ثاني، مش مشكلة. المهم بالنسبة للسؤال السادس، رجاء كل الناس ما حدا يصيب السؤال السادس، اتركوه كما هو، والله انه سهل جدا. السؤال السادس فقط يخص، حتى بتعرفوا اللي من غزة، خلينا نحكي مواليد غزة هم محسوبين على مصر. اذا بتختار بلد الميلاد غزة لحالها بتيجي هون مصر، هاي شايفين لحالها بختار. واذا بتختار الضفة الغربية بيجي لحالها الاردن، فما في حدا يغير بالسؤال السادس. لو سمحتم اتركوه كما هو، اذا يعني اذا ما بدكم يعني تقعوا في مشكله بعدين. هلا في ناس مثلا مصري مولود بالسعوديه حابب يحط مصر، ما بصير، يعني لازم تخليها بلد الميلاد زي ما هي، الا اذا انت مولود في بلد غير مؤهل مثلا زي الصين زي الهند، ساعتها بتختار بلد ميلاد الزوجه او بلد ميلاد الابوين. هذا الاشي الجديد الان اللي هو سؤال رقم 7، المعلومات الجواز السفر. 3 أشياء فقط مطلوبة لجواز السفر: الاسم ورقم الباسبور وتاريخ الانتهاء، وطبعا بدك تحط البلد اللي أصدرت الجواز. فإحنا حطينا الاسم علي، ويفضل يا جماعة الخير، مش يفضل، يجب إنه يكون الاسم اللي حطيته في البداية نفس الاسم اللي على جواز السفر، ماشي؟ لأنه هيك هيك الفيزا لازم تطلع بنفس الاسم الموجود على جواز السفر. راح احط رقم جواز السفر انا عشوائي 1 2 3 4 5 6، وراح احط التاريخ اللي هو 01/01/2020، يعني ضايل فيه تقريبا كم من شهر، فبصير نقدم فيه ان شاء الله. لو باقي فيه يوم واحد بصير نقدم فيه، ماشي. طبعا البلد اللي اصدرت الجواز بقدر احط ان الاردن، مش راح ينحسب على الاردن. في طبعا اوبشن للناس اللي ما معهم جنسيات، او اللي وضعهم يعني في بلد مش راضين يعطيهم جنسية، فبيقدروا يحطوا انه not required passport اللي هو stateless، يعني الناس زي اللي بدون. واصلا هاي الخطوة بصراحة هاي راح تخربط ناس كثير، يعني هسه هون حاطين خيار اللي هو مش قادر ياخذ جواز سفر، بس عملوا له استثنوا له اياها اللي هو اللي هم هوملاند سكيورتي. هذا حكي يعني مش موجود، مش مطبق في، خلينا نحكي في الدول العربية. فكل واحد لازم يطلع جواز، اذا معك جواز اردني مؤقت وجواز فلسطيني استخدم الفلسطيني اذا الاردني منتهي، يعني لانه بعرف انا بكلف كثير الجواز الاردني المؤقت للفلسطينيه. فمش شرط، يعني مش مهم، استخدم الجواز اللي انت موجود معك. بالنسبه للصوره طبعا انا كنت مخزن صوره موجوده حاليا، لازم امتداد صوره جي بي جي، طبعا موجوده هسه لما حطيت السهم عليها طلع لي الدايمنشنز اللي هو الابعاد 600 في 600، فانا راح استخدم هاي الصوره لمحمد. 9 اللي هو الميلينج ادرس، فهو اسمه محمد
ان كير اوف يعني لعناية مين، يعني مين انت. وراح اختار مثلا انا العنوان، اي اشي اوصف بيتك وين موجود. فانا حطيت وصف التل، ستريت بيلدينج 15، ابارتمنت 5 يعني شقة رقم 5، عمارة رقم 15. الجزء الثاني هون اوبشنال يعني اختياري، مش شرط انك تعبي اي شيء فيه. بحط عمان. اقول لك حتى في العنوان اذا بدك تحط الشارع اسم المدينة عادي، ما عندك اي مشكلة. بالنسبة للرمز البريدي حطه زي هيك، ما اذا انت عارفه حطه، مش عارفه خلاص اختار نو بوستال كود، يعني ما في رمز بريدي. العنوان طبعا موجود وين؟ في الاردن. هلا اذا ننزل شوي لتحت للسؤال رقم 10، بقول لك وين انت عايش هون؟ يا انت عايش في الامارات، عايش في البحرين، عايش في وين عايش؟ يعني اذكر، يعني جاوب على السؤال، مش صعب. يعني ما حدش يقول، يعني انا مثلا عندي بيت في الاردن، عندي بيت في امريكا، يعني انا وين عايش؟ في امريكا، فبسجل بيتي اللي انا وين عايش فيه يعني. فرقم التليفون اختياري، ممكن تسجله ممكن ما تسجله، فانا راح اختار رقم عشوائي زي هيك. بالنسبة للايميل، كل واحد لازم يكون عنده ايميل، ولازم يكون يعرف كيف يدخل له، عشان بكرة يعني إذا فزت إن شاء الله بيتم التواصل معك عن طريق الإيميل. بالنسبة للمؤهل العلمي كالتالي: مدرسة ابتدائية، مدرسة ثانوية بس ما أخذ الشهادة. هذول الثنتين إذا اخترت واحدة فيهم لازم يكون معك وظيفة درست لها سنتين واشتغلت فيها سنتين، ماشي، آخر 5 سنين. هلا بالنسبة للي من عند هون، من عند الهاي سكول، هاي هم الناس المؤهلين. في اذا انت بتدرس بكالوريوس بتسجل يونيفرسيتي، اذا لسه، عفوا، اذا بتدرس لسه بتكتب some university courses. اذا معك بكالوريوس بتسجل يونيفرسيتي ديجري، اذا معك خلينا نحكي بتدرس للماجستير بتسجل some graduate level courses، اذا معك ماجستير بتسجل ماستر، اذا معك بتدرس للدكتوراه بتسجل some doctoral level courses، واذا معك دكتوراه بتحط دكتوراه ديجري. فبننزل لتحت الحالة الاجتماعية، اذا انت اعزب خلاص بتحط unmarried هون، تقريبا خلصنا الطلب. لكن اذا متزوج بتختار الخيار الثاني هذا. الخيار اللي بعديه اذا كانت زوجتك امريكية، فاذا اخترت الخيار الثاني بالغلط ما راح يطلب منك معلومات زوجتك، وبالتالي انت مسجل غلط، ارجع صلحه قبل ما تقدم الطلب، لازم تحط معلومات زوجتك. طبعا عندي خيار مطلق واعزب، وفي اللي هو بسموهم legally separated، هذا مش موجود عندنا في البلاد العربية. خلينا نحكي، راح اختار انا عدد الاطفال واحد بس لهدف التسجيل. فنضغط continue، بيجينا الصفحة اللي بعديها اللي هي المرافقين. راح اختار اسم، راح اختار للزوجة اسم، خلينا نحكي عمر، first name اللي هو لانا، خلينا نحكي الميدل نيم، ايش بدنا نسميها، خلينا عمر سعيد، ها كويس. تاريخ الميلاد 1/1/1980. نختار أنثى، وبعدين ننزل لتحت نختار وين مولودة، خليني أحكي مثلا عقبة، بعدين أدخل هون مثلا أكتب جوردن، وبعدين أدخل هون أحط الصورة. طبعا أنا مجهز الصورة على الديسكتوب، عشان أنا بنصح والله التسجيل عن طريق الكمبيوتر مش عن طريق التليفون، بيكون أسهل التحكم في الموضوع، بس في ناس سجلوا عن طريق التليفون بصير عادي. بالنسبة للطفل، أنا الطفل راح نسميه عامر، فاسم العيلة راح يكون أكيد علي زي اسم أبوه. هون راح نسميه عامر، وبدنا نسميه طبعا اسم أبوه كان محمد. تاريخ ميلاده راح أحط 1/1/2015. بعدين نختار الجنس ميل، بدنا نختار مولود في عمان والبلد اللي هي الأردن. وإذا نزلنا لتحت نحط اللي هو صورة الشخص البيبي، طبعا أنا مش موجودة عندي بس أنا راح أختار أي صورة من صور الأب أو الأم، وبنضغط الآن continue، فراح ينتقل معنا الآن إلى صفحة موجود فيها كل الأشياء اللي قدمناها، بنراجعها هل كلها صحيحة. إذا في شيء غلط في معلومات المقدم الرئيسي، بنزل لتحت بكتيب مكتوب لي هون go back to part 1. إذا في إشي غلط في المرافقين نضغط على هاي وبنرجع على اللي هو بارت 2. لغاية الآن لم أقدم، لازم يطلع عندي في الأخير هذا الشيء اللي هو success، يعني إنه تم التقديم بنجاح. طبعا الاسم أول شيء دائما بيكون اسم العيلة، بعدين اسم الشخص الأولاني، بعدين اسم اللي هو الوسط. هذا الرقم الـ confirmation number المهم اللي لازم أستخدمه لما أجي أشيك على النتيجة في تاريخ 5/5/2020.
رجاء هذا لا تصوره لا تطبعه طباعة ولا حتى تصوره بالتليفون، اعمل له سيف as a PDF file. اوكي، يعني خزنه عندك. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.